قصص من الواقع. قصة بعنوان صلاة مع الجماعة. أصبح لا يستجيب إلا لمن يناديه نانسي. كان يحس بشيء ما يسكن دواخله يدفعه بقوة نحو الأنوثة. لم يهتم والداه بالطفل الأنثى، أرجع إحساساته وتحولاته الأنثوية إلى أجل غير مسمى. لكن الشعور بالحرج بدأ يتعظم عندما أدرك أفراد الأسرة أنه تخلى عن اسمه أنور وتشبث بنانسي. قضى نانسي طفولة صعبة، تداول على اغتصابه إخوته وأبناء عمامه وعماته وأبناء أخواله وخالاته، كلهم وجدوا في جسده الغض المؤنث الفرصة لممارسة أقصى ما يمكن أن ينتجه الخيال الشبقي. كان ينفرد به أولاد الحارة كذلك، يمارسون عليه عنفهم الجنسي. لم يكن يفهم ما يقع له، كان يظن أنه مخلوق من أجل خدمة غرائز الآخرين، أو هو هبة الله لعباده من أجل الإشباع الجنسي. لم يمد أحد يد العون لنانسي. اشترك الجميع في أن يحولوا جسده الأنثوي إلى وعاء يتدفق فيه شلال رغباتهم الشقية. صيغ نانسي كما أراد الآخرون أن يكون، كل واحد كان يرى فيه مثال الزوجة غير الممكنة الوجود، الزوجة المستعدة كي تسافر معك بعيدا في اقتناص اللذة. كلما اشتد عوده وفاضت فيه الأنوثة ازداد الطلب عليه، إلى أن تحول إلى علامة تجارية نادرة تحتاج إلى حماية مقربة. لهذا نصب مفتول العضلات نفسه وصيا عليه. تغيرت حياته نحو الأصعب، أصبح يباع كل ليلة للذي يدفع أكثر. لا زال نانسي يتذكر تلك الليلة التي أجلسه مفتول العضلات وسط حشد من الذكور. ألبسه زيا نسائيا وأجبره على وضع السين على وجهه وقدمه إلى الحشد الذكوري كعروس عذراء. ارتفع صوت مفتول العضلات إذانا بافتتاح موسم الزواج. أمامكم أيها الحضور أجمل مخلوق وهبه الله لنا، من يريد أن يتزوجه لليلة واحدة؟ من يريده لزواج شرعي يكون له حق التمتع به ليلة واحدة فقط. عندما يصيح الديك في الصباح لا بد من إعلان الطلاق. نانسي المخلوق الفاتن يكون من حق من يدفع أغلى مهر. أعلن الآن عن افتتاح المزاد العلني. ليال طوال قضاها نانسي في أحضان أزواج لا زال يلتقي بهم بعد مرور ما يناهز 40 سنة. لا زال يذكر أسماءهم وأعمارهم، لا زال يحمل في ذاكرته الجريحة صور ساديتهم القاتلة. أولئك الذين تزوجوه لليلة واحدة كبروا وتغيروا، منهم من تزوج وأنجب أطفالا، ومنهم من هاجر إلى الخارج، ومنهم من حصل على وظيفة عمومية، ومنهم من اشتغل في الأمن، ومنهم من اشتغل بمساجد المدينة يؤم الناس ويكلمهم عن الفضيلة. أحس نانسي أن الحياة تغيرت في الحي. طبعا لم يعد يباع في سوق النخاسة، ربما لأن العمر تقدم به
فاختفت نظارة الجسد التي كانت تثير الغريزة، أو ربما لأن شباب الحي تغيروا فعلا، حيث أصبحوا أكثر إيمانا وأكثر انشغالا بأمور الدين، لكنهم لم يعودوا يطيقون النظر في وجهه، لا يبادلونه التحية، عيونهم تتقاطر شرا كلما صادفوه في طريقهم. كل واحد منهم أصبح يتحين فرصة الظفر بحسنات النهي عن المنكر. نانسي هو الآخر، وفي غفلة من الآخرين تغير كثيرا، أطلق لحيته وألزم بيته يؤدي الصلاة في خشوع. أحيانا كانت تنتصر الأنثى الموجودة في دواخله وتدفعه لارتداء النقاب الشرعي قبل كل صلاة. رغم صدق إيمانه لم يكن يشعر بالسكينة الروحية، كانت تنقصه صلاة مع الجماعة، لكنه ظل يسائل نفسه: مع من سأصلي صلاة الجماعة؟ أمع النساء أصليها أمع الرجال؟ عاش حيرة وجودية قاتلة قاسية بين الأنثى التي حرص الجميع على أن تبقى حية تتحرك أمامهم، وبين الرجل الذي حرص على أن لا يظهر، بل أرادوه متواريا مختفيا في أعماق ذاته. حيرة شاقة بين ماضيه القاسي بجرح لا يندمل وحاضره الإيماني. كان في رحلته الوجودية المتعبة يشعر ببريق سعادة، لأنه آمن بأنه أصبح أمام الله مثل كل أولئك الذين تزوجوه زواجا شرعيا لليلة واحدة. أولئك الذين كان يسمع منهم في الصباح: ننسي أنت طالق طالق طالق. الآن أعلنوا تقواهم وإيمانهم ورسموا على محياهم نعمة السكينة، فالتزموا بالمساجد يؤدون الصلاة في أوقاتها. هو أيضا عاش الرذيل مرغما، وتاب الله عليه توبة نصوح، يجتهد في الفروض والنوافل، له خلوات إيمانية كثيرة، يصوم كل يوم اثنين وخميس، يتصدق ويسارع لفعل الخير. قبل آذان ظهر يوم الجمعة اغتسل، لبس أجمل عباءة يملكها، تطيب بالمسك، شذب لحيته، حمل بين أصابعه مسواكا، نظر في المرآة وأحس بالرضا والطمأنينة، حيث رأى صورة المؤمن الصادق. في طريقه إلى المسجد كانت حركاته ومشيته المؤنثة تثير الانتباه، وكانت تصل إلى أذنيه تعويذات المارة. لم يعبأ بما كان يسمع، وإنما قر قراره أن يحصل على الأجر كاملا في هذا اليوم الفضيل، خير أيام الله، يسمع فيه خطبتي الجمعة ويصلي مع الجماعة. نزع بلغته وبحركة أنثوية وضعها تحت إبطه، ودخل برجله اليمنى محاولا أن يجد طريقا إلى مكان فارغ لمحه في الصفوف الأولى. جلس بين رجلين، نظر إليه نظرات فيها الكثير من الريبة وعلامات التعجب والغضب، وصاح أحدهما في المصلين: الله أكبر الله أكبر، إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره، يا عباد الله، شاد جنسيا دنس مسجدنا، هبوا للدفاع عن حرمة بيت الله. ضج المسجد بالتكبير والتهليل ودعوات قتل هذا الشاد. وجد نانسي نفسه محاصرا من كل الجوانب، أسلم جسده لضربات نالت عليه من كل جانب، فسقط مغشيا عليه،
وتقدم نحوه 10 من شداد الرجال وأقواهم، وقبل أن يجيزوا عليه أفتى فيهم أحدهم فتوى قرشية جاهلية، حيث قال لهم: علينا أن نضربه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين الجميع، فيفشل البوليس في معرفة القاتل. برق القتل في عيونهم، وتحت أصوات التكبير أجهزوا على نانسي، هشموا رأسه بضربات قاسية. مات أنور المؤمن الصادق رافعا شاهده نحو السماء، تاركا لهم جسدا أرادوه بصيغة المؤنث. انتهت. أتمنى أن تروقكم هذه الدراما. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. إلى اللقاء مع قصة جديدة. مع السلامة.